انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM احلى راديو. رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من كلام القلب. نسلم عليكم كل المتابعين في كل مكان تتابعوا فينا من داخل تونس ولا خارجها. موصلين معكم حتى لل 11 متاع الليل في كلام القلب. يوم طرح جاي من فيديو عرضتني أنا في أمريكا في المقابر متاعهم حاطين كيو آر كود يعني كيل كود أبار هكا فوق المقابر تتعدى. أنت تعدي التليفون متاعك على الكيو آر كود هذايا فتخرج لك صور فيديوهات ذكريات عاشهم السيد ذاك المتوفي. فلو يعملوا هنا الفازة هذه في تونس شنو الذكريات الصور الفيديوهات اللي تختار انهم يخرجوا لنا احنا نشوفوهم احنا وانتي ما عادش معانا في الحياة هذه. الموضوع هربة يعني لازم فما درجة من الوعي كيفش نحكيو فيه بسلاسة ومحلانة وهكا وبوعي نفكروا محلانا. كامش تدخلوا له هكا بتفكير وشنو هالموضوع هذا الحزين درشنية وش بيه يستفيل لنا ما عنا وين نوصلوا به. فكيما مشيت المكالمات في الساعة الأولى إن شاء الله نفس على نفس الوتيرة في الساعة الثانية نسمع رؤيتكم أو الذكريات اللي تحبوا تخليها على الرقم 31 380 1 31 380 80 ألف. معنا أمل، أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا يا أمل، شو أحوالك؟ الحمد لله، عايش كيفك؟ الحمد لله. منين تكلم فينا أمل؟ صفاقس. صفاقس، شو تعمل في الدنيا؟ نقرأ. تقرأ. أمل، شنو الذكريات اللي تحب تخليها لنا نتفرجوا فيها كي نعديو التليفون على الكيو آر كود متاع سيادتك؟ إن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. عايش كيبارك لك يا طارق. بالنسبة لي تصور يكون فيديو مش طويل تاع 5 دقائق كيكا. اي في تصويره من كل 3 سنين من عمري. تصويره من كل 3 سنين من عمرك؟ اي تصويره نهار كي تولد، تصويره عمري 3 سنين، تصويره عمري 6 سنين وهكذا. 3 6 9 12 15 18. فوالا. كل تصويره فيها عنوان الفتره ذيك من فوق وفي الوسط التصويره وملوطه حكمه من الفتره ذيك اللي عشت او نصيحه او منعرفش نجم تكون. ونتطور زاد انه تكون اغلب الصور واغلب الذكريات جميله حقيقه. يعني نختار احلى الفترات، احلى المشاهد من 3 سنين الوقت، من كل 3 سنين. يعني احلى مشهد من كل 3 سنين. تراه 3 سنين التالي شنو احلى مشهد؟ 3 سنين التالي احلى مشاهد هي مشاهد قرايتي، مشاهد نجاحي كل عام وجوائزي ومشاهدي وحفلك كل. نقرا لك شويه تعليق عليك انت. تفضل. باه بلاخ نجاوبو هذا قبل بي هاش تي يقول لي برسومك يا طارق كيفاش نشاركو من خارج الوطن. بلوس 216 مع 216 ثم 31 380 ألف. 31 380 ألف. تنكتبه لكم حتى الرقم في التعليق. أمل سليم يقول أمل صوتها حزين، صوتها حنون. بون هذا قال هذا دوما بديت. سهام قالت شبيها صوتها حزين. أميرة قالت شيمة قالت تحسها كانت تبكي وحطتنا في مود متاع حزن. بيه خلي نجاوب. فعلا هذا؟ كنت نبكي لا، أما شوية مشيت للحزن راني بالعكس أمل وكل أمل وتفائل. يمكن صوتي رقيق شوية مي راني بالعكس، وحتى كي نختار أجمل وأحلى اللحظات نتمنى. لا لا أمل وأنت تختار في اللحظات راك بعدت على الميكرو. ونختار كان اللحظات الجميلة ولحظات المضحكة، ونحب نخير إن ديما الناس تشوفني نضحك وديما منخبط تصويرة كان مضحك وما نخلي تصويرة كان مضحك وهالحاجة دي الكل. حكيت الحزن وإلا شوية صحيح لأنه مشيت شوية للجانب إنه نحب نتمنى نوصل للعباد إنه مدام جبدنا على الموت ومدامنا على يقين
انه في الحياة فيها موت، فعليش ما نحاولوش قدر الامكان ان نحبوا بعضنا، قدر الامكان ان نحسوا ببعضنا. استغل كل انسان وجود في حياتك باهي معاك، استغل وجود الناس الباهية في حياتك. كل انسان محليه في حياتنا نعطيه الحب اللي يستحقه. نحاول نسامح قدر الامكان مهما كان الخطأ السادح اللي قام به ايا كان في حقنا، فنسامحه. مدامك الحياة فيها موت، مدامك الحياة فيها موت، نحبوا بعضنا بصدق ونرحموا بعضنا، وكلنا نعيشوا على وقع الحرب في فلسطين. فعلاش ما يكونش إنسان يخذ موعظة وحكم من الحياة هذه؟ فقط لأن الحياة فيها موت، لأنه في جي نهار نتفرقوا، علاش ما نستغلش لحظات مع أصحابي ولحظات مع العائلة، ونستغل ضحكة أمي وبسمة أمي وتعليقة أمي ومحبة الناس خاصة. ما أحلى كلامك أمل. عايشك يا طويرق. شنو؟ طويرق، أنا ما نعرفش هكا ترديك ديما. طويرق معناها يا ما تعرفوش اسمي يا تمرمدوه اسم. بعد كلامك هذا حمدي قال لاحظت حاجة، انه التوانسة في الليل يوليو محلاهم وفي النهار اللطف. شنو السر زعمة؟ نتصور كان يعرفني حمدي في النهار يعرف اني في النهار خير برشا من الليل. شي ما قالت كلام بوزيتيف من صوت نيجاتيف. أنور يقول بربي علاش كل واحد يعطيوه فرصة باش يتكلم يولي يحكي لنا على المثالية. عجبني التعليق والحقيقة عجبني، وفيه جانب من الصحة كبير ياسر. علاش اللي يتكلم يحكي لنا على المثالية؟ مش مثالية يا طارق، هذيك الحاجة اللي تتمناها الناس. كل إنسان يحكي على الحاجة اللي يتمناها تكون موجودة. هي فقط مش حكاية مثالية، فقط مجرد نصيحة. هي نصيحة إنه استغل الإنسان، فما إنسان محلاه، أكيد أي إنسان في الدنيا عنده إنسان محلاه في حياته. الإنسان هذاك استغل وجوده. أمك استغل وجودها، مادام مازالت موجودة فرحها، خاطرش تجي يوم الموت فارقنا. صديقك اللي يقف معاك فرح وافرح بيه وحسسه بالحب، خاطرش يجي نهار يفارقك ولا أنت تفارقه. فقط مش حكاية مثالية، أما هذا لازم يصير، هذا الطبيعي مش مثالي. قداش عمرك أمل؟ 18 سنة. ما شاء الله. دونك 3 6 9 12 15 18. تحب تحط تصاورك متاع كل 3 سنين بعنوان وحكمه وتغيراتك نشوفوهم. اي واضح. شكرا لك امل اللي شاركتنا في هالمغامره هذه في امريكا. كما قلت ديما لازمني نذكر بالفكره باش يفهموا الناس اللي خلطوا علينا علاش طرحناها اصلا. في امريكا الفيديو اللي عرضني في المقابر حاطين كيوير كود، تعدي التليفون على الكيوير كود هذايا فيخرجوا لك ذكريات صور فيديوهات للشخص هذايا المتوفي. لو تصير الفازة هذه في تونس الفكرة هذه، شنو الذكريات اللي تحب تخليهم لنا نشوفوهم احنا عليك انت وانت ما عادش معانا؟ نسمعك على رقم 31 380 1031 380 1000. معانا ابراهيم، اهلا وسهلا. عسلامة. عسلامة سي ابراهيم، منين تكلم فينا سيدي؟ مريال. من موريال. انت مازلت خذيت النومرو من اليوتيوب ولا مش انت؟ انا هو انت هو فيك. انت هو تعدي لك الرقم اللي اعطيته انا بلس 216 31 380 1000. 31 380 1000. يعطيكم الصحة خذيتوني معاكم. مرحبا بك سيدي من موريال. يعطيك الصحة على البرنامج نتاعك، تتبع فيك عندي برشا برشا برشا، وديما نحب نشارك ما وفاتش الفرصة. شكرا لك. مرحبا. يعطيكم الصحة وشكرا لكم، ونحب نشكرك على البرنامج نتاعك. يعطيك فريمون ويعطيك الصحة، مواضيع باهية، حاجة تعمل كيف حتى مواضيع متنوعة. يعني أنا نبدا نخدم ونسمع فيك ديجا نتاو في الخدمة. شنو هي الخدمة إبراهيم؟ أنا نعمل ديتيلينغ، يعني نعمل تسكي استيتيك أوتوموبيل. وقداش الوقت عندك تو في موريال؟ تو سيدي الأربعة وستة وعشرين دقيقة. الأربعة متاع العشية وستة وعشرين دقيقة. قداش العمر إبراهيم لو تسمح؟
39 سنة. 39 سنة. الفكرة جبناها من بلاد قريبت لك، من أمريكا. شنو الذكريات اللي تحبهم يخرجوا لنا إبراهيم؟ كان عندي التليفون على الكيو آر كود متاع سيادتك، واللي فيها صور وفيديوهات وذكريات. شنو تحب نشوفوا عليك أنت وقت اللي أنت ماكش معانا؟ أنا ذكريات، أعز ذكريات عديتها في حومتي، مع ولاد حومتي، مع صحابي، في المكتب اللي قريت فيه، في الكوليج اللي قريت فيه، الأيامات اللي عديناهم نحاولوا باش نوصلوا للحاجة، يعني تسكية محاولة، تسكية اجتهاد في الحياة. خاطر هذاك تذكر الناس اللي لو حتى اللي كان شلت في حاجة لازمك تزيد تقدم، ما تقفش، لازمك تزيد تعاود، ما تقفش. فهمت؟ شلنا برشا في الحياة ونجحنا برشا. فهمت؟ نحب نتصوري مع ولاد حومتي، الذكريات اللي عديتهم في صغري في البلاد في تونس. نحب زادا تصور تاع خدمتي، خاطر انا نخدم استيتيك، دونك كل تصويره تمشي تتحط في كتالوج، كل كهرباء نعملها نصورها نحطها في كتالوج، بيفور وافتر يعني قبل وبعد. فاهم؟ خدمتي نحبها برشا، يعني ذكريات مع حومتي، مع عائلتي، وذكريات تاع خدمتي، خاطر نحب برشا خدمتي. فهمت؟ دونك هذا هو. دونك الاساس هو ذكريات الحومه القديمه. بالضبط بالضبط. هي احلى ايام، هي احلى ايام. سامحني، قلت لك هي احلى ايام اللي اخترت تحطها لنا هذه من الحومه. احلى ايام، خير أيام. خير من ايام كندا. خير 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 خير. ايام كندا راهي كلها ايام يعني ما هيش لافيون غولد. فاهم؟ يعني تخدم وتخدم وتخدم وكهو. فاهم؟ أنا باهية، فيها أيامات باهية محلاها، عملت عائلة، عندي بنية، يعني ثم الباهي وثم الخايب. أنا أحلى أيامات عديتهم من عمري نهار، من عمري 15 سنة في حومتي. وين حومتك؟ هذوكم بالنسبة لي أنا حي هلال. حي هلال، إي تحية للناس الكل في حي هلال. ونحيي الناس حي هلال كل باب جديد وتونس تجمع. فما أسماء معينة تحب تسلم عليها قبل من نهيو مكالمتنا؟ سامة بالطبيعة. تفضل. نحب نسلم على صاحبي هادي خشبة، وكان ياسين، وأي واحد من الحومة هذيا وتونس كامل. ممكن يسمعوني كان برشا ناس نسيتهم ولا أي حاجة. شكرا ليك يا إبراهيم اللي شاركت معنا. شكرا لكم اللي خليتوا المكالمة، وبالتوفيق وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. تعيش وحدك في كندا إبراهيم؟ مبدئيا كنت توا وحدي، ما كنت معارف توا في طاري، دونك وحدي. كنت معارف بتونسية ولا كندية؟ كندي. دونك اوراقك قد وبعد العرس ولا قد وبعد العرس؟ عندي من 2018 اوراق امريكا. اكبر منك ولا اصغر لو تسمح؟ نو نو نو، ماشي اكبر مني، اصغر مني. اصغر منك. علاش سيباراسيون صارت؟ سيباراسيون صارت بعد ما جيت بيبي الحقيقه، يعني سيباراسيون صارت بعد 8 سنين من العرس. عندك ولاي؟ مش في عام ولا سنين، عندي بنيه. عندك بنيه، ربي يخليها لك. عمرها 5 سنين اسمها فاطمه. تشوف فيها ملي صارت السيباراسيون الانفصال؟ كل يوم كل يوم بنتي للمكتب وتعدي عندي الويكاند، يعني كل يوم الصباح نمشي نهزها من عندهم نهزها للمكتب انا، والويكاند جمعه سته حتى تقعد معنا. عندها من تونس بعض الحاجات ولا صفر تونس؟ انا ملي خرجت من تونس روحت مرتين لتونس، بنتي مشت سته مرات لتونس. هي اكثر منك؟ هي اكثر مني، وتحب تونس وتتكلم بالتونسي وتحب داركم هوني معايا وكل شيء. نعم. تحب داركم هوني؟ هي تحبهم على الاخر وتكلم فيهم كل يوم، حتى ما مش مع امها، امها يعني يحسب لها زي كل يوم قبل ما ترقد تكلم دار. ايش تحكي لك على حي هلال كي تجي وترجع لكندا؟ هزيتها الحي هلال، وهزيتها المكتب اللي قريت فيه في شارع الاطراد، وكلش باب جديد، وهزيتها البلايص اللي نتاعي يعني اللي انا عشت فيهم وفيهم ذكرياتي الكل، مشيت معايا وهزيتها ووريتهم لها بلاصه بلاصه. شنو تقول لها بنتك؟ وهزيت حتى الاستاذ. يقول يا ربي فضلك. اي هذا فيديو تحلو بنتك كي تكبر. توا ماشي باش تحل. شنو تقول لها؟ نقول لها ربي فضلك، وربي ان شاء الله ينور لك طريقك، وما تنساش تونس، يعني عمرك ما تنسى بلادك، ما تنساش اهلك وفاميلتك وبلادك، خاطر هذايا رانا انا بيرسونيلمون الغربه بالنسبه لي انا معبر، يعني جست باساج في الحياه، وبعد باش ترجع لراسين نتاعك سيري سارتان.
كانت فما دي بورتينيتي ما لقيناهمش في بلادنا مالوغوزمون، لقيناهم هنا ما نساش ماهيش مشكله، نجم نكونوا هنا ونجم نعملوا برشا حاجات اخرى في بلادنا. كنت تحبها يعني الكنديه يعني اللي كنت معاها؟ الحقيقه من الاول اي، وبعد كي بدات تكسح في راسها معايا وبدات هكا الامور يعني باركيك ولا تعمل في حاجات يعني باركيك، فهمت وليت امور تاع شماتة وكذا سي بون فلت يعني فتح القدر وفي العيشه كيما نقول ما عادش نجم. وبليس خروجي اكثر حاجه خروجي هي على بنتي، خاطر هنا ما تعرف يعني اقل عركه في الدار جيران يطمعوا يكبوا لك الحاكم يجي الحاكم ديريكت فوق الصغير. ديريكت فوق الصغير. إذا تفكر أنا هذا من شيء سامحني. إذا تفكر في تجربة أخرى بتاع زواج لازم تكون تونسية ولا لما لا؟ تونسية 100%. فمش كلام. تونسية ما عادش نعاود، ما عادش نعاود، ما عادش نعاود. أما تونسية باش تعيش معاك غادي. تعيش معايا هنا بالطبيعة. أما أنا مش نكمل حياتي كلها هنا، مش ما قالوا لي هنا ماكسيموم 15 سنة أخرى. ماكسيموم شوي عمري 39 فهمت هذاك هو واحد يكمل يركح اموره يريد يروح وبعد يرجع للبلاد. تخمم في النهار اللي انت كي ترجع لتونس يمكن تلقى روحك بعيد بعيد على بنتك؟ الوقت اللي انا كنت نرجع فيه لتونس تكون بنتي كبرت شويه يعني 20 سنه عمرها 20 سنه 20 سنه يعني ما عادش تستحق الباه وتولي هي تشي وفهمت تولي شافت حياتها شفت حياتها. ما اما كأب تحب تشوف بنتك ديما؟ بالطبيعة نحب نشوف بنتي ديما، ما بنتي هذا عندها حياتها وعندها مستقبلها يعني مش مفروض عليها هيك تعيش معايا في تونس ولا مفروض عليها وين تعيش معايا، حبت تعيش معايا في ما راح يعني ما حبتش الاختيار لها هي. لو يرجع بك لو يرجع بك الوقت تعاود نفس التجربة انك تتزوج من اجنبية بغض النظر انه جابت لك بنتك اللي تحبها وكل؟ لا لا, لا, لا. لا 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 وانا كنت ما كنتش نعرف خاطر كي خرجت ما كنتش نعرف حتى حد ما يوريك سميتك ولا يقول لك راه الزواج ما لازم بيا باهي ولا خايب ولا كذا حتى حد ما يدلك ما كنتش نعرف. انا كان يرجع بيا الوقت كنت نقعد نمشي اوراق ونخدم وبعد نروح نعم ما عادش في خدمه وبعد نروح يعني كان يرجع بيا الوقت ونعرف كثير هكا مشاكل وباش نقعد بعيد على بنتي ولا حاجات ما كنتش نعرف ما كنتش نعمل الاوراق بالعرس جامي بلا في خاطر ما كنتش نعرف كي خرجت من تونس ما كنتش نعرف نعرف جست تخرج وباش تعمل الاوراق لازمك تعرف ما كنتش نعرف السنوات الاخرى وما كانتش ديجا تو ولا ثم حاجات اخرى دي كونترا ترافاي ولا تبدل الستاتيو بتاعك من ديزيتور لتيديون قبل ما كانتش انا خرجت 2013 فهمت دونك ما نعملهاش العمله هيك يرجع بيا الوقت نقعد بلاش اوراق ونخدم ونلب الفلوس ونلب الكاش وبعد نروح نسوس نعمل اي مشروع وانا نرتاح. وهذه هي فهمت لا في خلق هذه حياه يعني والحمد لله انا فرحان بالتجربه اللي عديتها انا. اخر سؤال ابراهيم ماذا ترغب من هذه الحياه؟ والله ما نرغب ما نرغبش بحاجه كبيره برشا من هذه الحياه يعني جست الستره سترة ومشاكل لا يعني واحد يعيش ترونكيل يعني ما عندوش مشاكل في راسه ما يعيش مخصوص ما يعيش مستحق يعيش نورمال كالناس وأقل من الناس وخير من الناس يعني عادي على الأخر ما نحبش ما نرغب في حتى شيء جبت سترة ولا هناك أهو إن شاء الله ربي يسترنا. شكرا لك إبراهيم. إن شاء الله شكرا لك أنت ويعطيك الصحة ويعطيك ألف صحة مرة أخرى وشكرا للفريق العامل معك الكل وللمستمعين زاد الكل خاطر نعرفهم ديما شيخين معك نشوف ونسمع كل يوم. شكرا لك يا ابراهيم ربي يبارك لك فرحتنا بتابعتك من كندا. الله المستعان وان شاء الله وجا ربي طلب صغير. قل المستمعين الكل يترحموا لي على امك قول الله يرحمها. ان شاء الله ربي يرحمها وتكون من اهل الجنه عايش. ان شاء الله يكون لك لقاء معها في جنات الخلد ربي يرحمها وربي يغفر لها وان شاء الله يا ربي مع الانبياء والصالحين وان شاء الله ربي يجعل قبرها روضه من رياض الجنه ربي يرحم جميع المؤمنين. شكرا لك ابراهيم شكرا على المداخله هذه من القاره الامريكيه من كندا. احنا موصلين معكم حتى لل11 متاع الليل في كلام القلب. في امريكا فما فيديو عرضني المقابر حاطين فيهم كيو ار كود كودابار عباره تعدي التليفون على الكود هذايا يخرج لنا ذكريات صور وفيديوهات على الشخص المتوفي. انت في زمن اخر
ان شاء الله ربي يعطيك العمر بالصحه والعافيه. شنو الذكريات اللي تحبنا نشوفوها عليك انت لو يعملوها الفازه هذه في تونس وانت ما عادش معانا في العالم هذا؟ نسمعك على رقم 31 308000 31 308000 نعملوا ترتيحه بالموسيقى. ماناش متعودين نعملوها برشا، اماكم تعرفوا اليوم خدمت الدوامه من 5 ل 7 وكلام القلب من 9، فلازمني بعض من الراحه. اغنيه لنجي اوستا وصالح الكردي راح ترجعي نسمعها وراجعين معكم بعد شويه. FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. العشرة 41 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب. حمدي يقول لي طارق شنو في ساعة ما تعبت أنا من الخمسة وهني مزدت تبع فيك عتانا يا حمدي وخي، والله من الستة زاد اليوم قمت، وإن شاء الله هنا مع بعضنا مكملين الحصة إن شاء الله بيروح جميلة. أمنا يوسف تقول طارق يا باكليتر يا باكليتر يا بوك إمام خطيب يا تصلي الجمعة وتحضر الخطبة الكل مع بعضهم. يا باكليتر يا بوك إمام خطيب يا تصلي الجمعة وتحضر الخطبة يا الكل مع بعضهم. فما واحدة بركة غلطة في هذوما آمنة هاي طلعها شنو. احنا موصي معكم حتى لحديث تعليل في كلام القلب في مغامرتنا لليوم. شنو الذكريات اللي تحب نلقاوها كي نعديو التليفون على الكيو ار كود اللي محطوط على كما عاملينها في امريكا على المقابر؟ نسمعك على رقم 31 308000 31 308000. معنا رفيقه، اهلا وسهلا. عسلامه. عسلامه يا رفيقه، شنو حوالك؟ الحمد لله الحمد لله. انت شافه؟ الحمد لله. منين تكلم فينا رفيقه؟ من المهديه. من الزون. الزم. الجم. تحيه لكل الناس في الجم. قداش العمر؟ عايش 28. 28 سنة. ماذا تفعلين في الحياة يا رفيقة؟ دكتورة. العام دكتورة في القرية. دكتورة في ماذا؟ القانون حقوق. في الحقوق. شر ربي معاك، ربي يوفقك. عايشك. محاماة أو قضاء؟ إن شاء الله ربي سهل قضاء. في القضاء. عديت كونكور قبل ولا؟ عديت وبسهل شربي. ما سهلش ربي، إن شاء الله يا ربي سهل على قريب إن شاء الله. عايز. إن شاء الله. شنو الذكريات اللي تحب تخليهم لنا رفيقة نشوفوهم وقت اللي هي ما عادش معانا موجودة؟ أول حاجة يعطيك الصحة سجي ياسر محلي معنا. شكرا. أول حاجة نحب نعديه في الفيديو، هو كيف نعمل فيديو نحكي فيه من الأول عرفته. تحكي فيه؟ نحكي فيه قد منهم يحكي حتى مع بيت مش تعدى على خبرك وحكيت انت ديجا فضولين يحب يعرف شكون هذا. عسلامة انا رفيقة كذا كذا قاضية قد الدنيا ان شاء الله. وراني منعت برشا ناس مظلومين. اي انت قد ملكم حياتي بيه بين حب الحد كان لبا ماما اكها أكل الصعوبات والتحديات ودرجنا متحيط بقوليك خليه للروح حد سباني. بعد كل مرحلة ننسى التعب اللي عشته، دونك ما نيش حتى بش نفكره بش نحط وقتها. فهمت؟ دونك ما تحطش الصعوبات. لا ما نحطش، حط كل حكيت الباهية وقتها. كيما نتيل هكا الفيديو هو مش يبدأ بتصوري مليونية صغيرة حتى لو اني كبرت يعني العمر مش نوصل ان شاء الله. في كل مرحلة تصويرة بس نسيت نعرف اللي هو راول زين. في كل مرحلة مش يتبدل. رسالة منك للي بش يتعدى راو العمر يمر ونتغير وما فما حد شيء ثابت. نتغير وما فما حد شيء مع الشابقة كما هو. مش كني كما بنت 18 كما بنت 30 كما بنت 50 ان شاء الله. فهمت؟ مالا رفيقة هيد حلوة حلوة التمشي. وبعد نسجل كل حد نسجل مع عائلتي كل حد نحبه. فهمت؟ نسجل بابا خوي أمي لخويتي لصحابي. يقعد يتعاود لهم ديما. نسجل بيه تكون فيه أحسن لحظة عدينها مع بعضنا. احسن صور عديتهم مع بعضك تخليها. وفي كلام يعني كلام بصوتي مش كلام مكتوب. وفي يعني كل عبد نحب نوريه قديش
حبيت وخديش نحب زعما حاجات كيما هكا تفرح الناس اللي قاعدوا في الدنيا واحنا فرقناهم ولا ولا بالعكس تزيد تحير لهم هكا مواجع الفراق؟ لا تفرح خاطر انت مش تشوف العبد ذاك فرحان وعطاك يعني حاجه هكا تفرح اكيد هو بس يفرح معناه مش مش نوريني حاجه هكا صعيبه هكا عشتها ولا حاجه هيك مستخلني هو حزين ولا خاطر هو كان الفراق ناس كلي كان فارقين هالدنيا حتى حد فينا مهم سابق تكتفي يعني بهذه الاشياء موجودة. تكتفي بهذه الاشياء وبعد لي كل كل مساج وبعد معناه الكل عبد صحيتي وشنو ويزيك يزيك هو يزي. تحكي لهمش على نجاحات مثلا في العمل في يعني لي ما في كل في كل بريد صحيتك مش معديل مش معديل من الشغل مثال هيك كيفاش من الاول كيفاش في الكوليج نجحت في الكوليج فرحت من نجاح بتاع الباك بتاع الليسانس بتاع الماسير بتاع الدكتوراه بتاع اول نهار في الخدمه بتاع بتاع اول نهار في الخدمه بتاع كل لحظه فهمت خاطر هي كانت فرحه مش تبقى لو نفرض عليك عمر واحد نشوفه فيه تصاورك في الذكريات هذه انا والعمر اللي تختاره العمر مش منتعش قلت لي سنين يعني زيت وصل لي ياسر كبيرة المارج نقص لي من 18 لل 25 ايه كيكة واضح باهي باهي مارج باهي شكرا لك رفيقة ان شاء الله ربي يكتب لك كل الخير والسعادة ربي يوفقك في الكونكورات والمناظرات اللي قادمة عليها وان شاء الله نشوفوك قاضية متألقة وناجحة في قادم الأيام وان شاء الله تفرح كل أحبابك وعائلتك وربي يعطيك العمر بالصحة والعافية سهام تقول لي يا طارق نطرح الموضوع اللي كنتي ربي يطول في عمرك في الخير شبيش تخلي على الكيور كود وجاوبني بصراحة خاطر نعرفك صريح وواضح وانتي نحبو انتي سمعتنا واحنا نحبو نسمعوك باي بعد الفاصل نقول لك يا سهام شنو الحاجات اللي نخليهم هنا من ذكريات يخرجوا او شنو الحاجات اللي تخرج في شكل صور او فيديوهات او معلومات للناس اللي كيفش تعدي تليفونها على الكيور كود السؤال طلع صعيب كيف فكرت باش نجاوب فيه انا نحاول نعطيك الاجابة يا سهام بعد الفاصل بعد شوية مكملين في كلام القلب مع طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على إيفام أحلى غاديو 10:49 دقيقة نسلم عليكم ناس الكل موصلين آخر 11 دقيقة من كلام القلب معنا نورس أهلا وسهلا نورس اي نورز نورز اي نورز نورز علاش مش نورس على خاطر نورز كيفاش اختاروا انه يقول فما موجوده في تونس برشا لا ما فماش برشا ما معنى نورز نورز معناها كلمه اغريقيه معناها نوار وكل نوار وكل به يا نورز نعم غير النوار شنو هو الحاجات اللي تحب تخليهم لنا نشوفوهم احنا كي نتعداو من ذكريات عليك انتي وانتي ما عادش معانا قدش عمرك ساعة نورز؟ عمري 28 سنة 28 سنة باهي؟ نحب نخلي تصاوري مع صحابي مع برشا صحاب كنا ملمومين كنا وعملت معاهم برشا باهي وكنا باهيين في بعضنا وكل بعد كل عام ينقص عبد كل عام ينقص عبد دينا معناها الحمد لله هو اني اخر هكا احنا نلقى روحي مع واحدة برك انت معناها راهي الدنيا هذه الدور ما يدوموش لاصحاب الكل انت معناها باللي تعمل اللي خلاه باش تخرج الكعبة ولا اثنين دونك شنو تخلي لنا بالضبط نخلي تصاوري مع صحابي مع العباد اللي عملت معهم حاجة باهية مع وتتعلم لازم الواحد ديما يتعلم
معناها راهو كل وقت وقته، لازم واحد يتعلم من الأصحاب، وهي الأصحاب ندوم مش برشا. في الأخر مش تخرج تصاحب ولا اثنين، كي تشوف انت أول ما بدينا تصاور كنا كي نخرج مع بعضنا وكل ونحوس وكل يباهي. كان تخرج بصاحب ولا اثنين، انت قداش تحب تخرج؟ قداش طامع تخرج كنت في بالك؟ معناها كنا 8 و9 و10 كي نقعدوا على الطاولة الكل، كي نخرجوا ونحوسوا ونمشيوا، وفي تصورنا ديجا هكا معناها انا ديجا حطيتهم في البيت نكون من 12 معناها عبد في تصويرة، حسهم كل مرة ينقص واحد، كل مرة ينقص واحد. قبل كانت لازمكم طاولة بالطول، توا طاولة مربعة أي. صغيرة تكفيكم. اي بالحق، اي ولا بالحق، قبل كنا كي نخرج نعمل قهوة كل يلزم الطاولة نقربوهم من بعضنا باش تكفينا الطاولة. توا كل مرة مش حاسين قاعدين ننقصوا، قاعد كل واحد يلبد روحه، كل واحد فهمت. طرابلسي شي ما قالت لك الاسم نتاعك من كثرة ما هو نادر، اللي باش يتعدى يقرا اسم نورز باش يسكاني الكوير كود. سور باش يسكاني الكوير كود. اي غير الاصحاب وذكرياتك معاهم، شنو تخلي لنا كحاجات كنت عدي وراوهم؟ نخلي مع دارنا طفولتي، خاصة الطفولة وكنا يمثل المدرسة الابتدائية، احنا صغار وكل كيفاش كانوا المعلمين محليهم معانا، كل خاطر قاعدة تتبدل، كل شيء قاعد يتبدل، أجيال قاعدة تتبدل، معناها مش كيما قبل، معناها كيفاش كنا في القراية والمدارس والمعلمين ونخافوا منهم ونقدروهم وكل، كيفاش توا قاعد يتبدل. أنت شخص يتعلق كثيرا بالأشياء، برشا برشا برشا، شخص متعلق بطريقة مفرطة برشا. أنا حتى كي نشوف مسلسل قديم كنحس روحي نبدا نبكي، نتفكر صغري وكل نبدا نبكي. أنت كلي حتى كي تضيع البوني نتاعك الدبر مخاطرك تحبها من كثر ماك متعلقة به. اي برشا والله بالحق، يعني قلبي كي نشوف الدنيا كيفاش وليت، وكنت حتى كنت عدى قدام المدرسة، معناها كيفاش تبدل كي نشوف مثلا المعلم اللي قراني كبر ولا نسمع به توفى ولا حاجة، قلبي يوجعني برشا. شو أغرب حاجة كي ضاعت لك حزنت عليها لأنك كنت متعلقة به؟ الكنيسة نتاعي وقت اللي ضاع بالحق دفرمت برشا برشا، وبكيت ومدار ما عادش نخرج. إن شاء الله ربي يعطيك من الأصدقاء اللي يكونوا خير سند ليك وخير إن شاء الله اللي نعملوه نلقاوه يا ربي. إن شاء الله نكون عملنا الباهي باش نلقاو الباهي، وإذا عملنا حاجات مش باهية إن شاء الله ربي يغفر لنا ويعوضنا بحاجات ما خير. شكرا ليك اللي شاركتنا نورز هالمغامرة هذية. برشا حكيوا لك على الأصحاب، أنا ويقول المداخلات تشبه لبعضها شوية، ربما الموضوع عميق شوية على صغار السن مازال ما عندهمش تجربة حياة تكفي للإجابة، ولكن أنور في الموضوع دخلوا كان صغار السن، دونك هما كانت عندهم الجرأة أنه يدخلوا في الموضوع هذا، بالعكس فهمت، هذيك هي نجم تكون الرؤية تتشابه. طارق عملنا حلقة على أصحاب، تقول أمل تقول أنه عايش في أمريكا وكل يوم تعدى على مقابر فيها أكثر من 1800 شخص. ديما نقولش ربي يرحم احنا موتانا، ربي يرحم جميع المؤمنين وجميع المسلمين. نرجع لسهام سؤالها نكملوا به، قالت لي انت طارق كان باش تخلينا في الكيو ار كود ونتعديه، وشنو الحاجات اللي تحبها تخرج لنا كي نعديه التليفون؟ الاكيد انه ما نخلي لكمش تصاور متاع ناس اخرين تشوفوه، الحقيقه مش نخلي لكم تصاور معايا متاع اصدقائي ولا نساء اخريات، هذا ما نتصورش، كان مش نخلي لكم صور، نحاول يمكن نتصور نخلي في هال كيور كود هذايا. لا اميل كثيرا اني نخلي حاجات مصوره، لكن نتصور باش نخلي لكم كيما لي ميساج فوكو، يعني رسائل صوتيه ولا كتابيه، المهم المعلومه توصل منهم، متاع كل حاجه مريت بها وعشتها ويئست فيها ويئست فيها. هو لا يئس من روح الله الا القوم الكافرون.
وربي يجيرنا منهم، ان شاء الله ربي ما يكتبناش منهم. لكن يجي على بنادم انه ييأس ساعات في حاجات، الانسان ضعيف، احنا ضعاف، كائن ضعيف جدا الانسان هذا، فيجي لحظات انه الانسان يعيش لحظات من الضعف كمن هكا، فيعيش نوع من اليأس او من الاحباط او من عدم الامل في الموضوع هذاك ولا في الشيء هذاك ولا في الثنية هذيك. قلت في حاجاتنا هذه سيء يزي منها مانيش متاح، رغم اني روحي نجم نمشي فيها، رغم انه الحكايه هذيك الرفاه في روحي، الا انه في وقت ما يئست من نفسي ويئست من روح الله، استغفر الله العظيم. فنحط لكم رسائل صوتيه او كتابيه، المهم تخرج لكم بالكيو كود هذايا، وفيها كل حاجه انا وصلت يئست منها، لكن سبحانه معظم شانه اللي صبحها في شان يبيتها في شان، كيفاش غير، كيفاش غير الأحوال، كيفاش غير ذاك اليأس إلى إيمان من جديد، إلى صفر يأس وتحقيق لذلك الشيء. يمكن حسيت راح قاعد نحكي بالصعيب، يعني نوريكم، نعطيكم كل حاجة يئست منها وبعد صارت وتحققت، ولا كل حاجة حزنت عليها ثم طلع بعد وقت إنه اللي حزنت عليه هو كان خير، انه حزنت عليه يمكن كان فرحت عليه وقتها راهو ما عطاش ثماره. فكل ما كرمنا به الله وكل حال غير ربي بسرعه مغير الاحوال. فهذا شنو النجم نتصور روحي نخلي في الكيو كود هكا، معلومات قد تخلي الانسان، تخلي بنادم ديما ممن وديما مع ربي وديما يمن انه الثنية اللي احنا فيها الكلها بتسخير من الله، يئسنا كملنا قلنا سيئ قالوا لك سيئ، كله في الاخير من عند الله، هو اللي اعطانا وهو اللي ياخو منا، واذا اتخذت من عنا حاجة فهو اعطاها لنا ديجا فهي ملكه من الاصل. شكرا لكم كل الناس اللي شاركتونا في كلام القلب لليوم، ترى نحاول نقراو بعض التعليق. شيء ما تقول حتى انا ايست جمله 2023 بدات الامور تتبدل وحياتي باش تتبدل الحمد لله يا شيماء. يوسف امنه تقول ذكرياتنا اما لهي باش تعلب النفس، نتمنى خموده، واما نور نستضيء به في القادم من ايامنا، واما زلزال يحطم نفوسنا ولا نستريح معه. يوسف امنه تقول اماني، تقصد على انه يمكن نخلي صورتها ولا يمكن ولا نحكي على الموقف اللي ايست منها ثم رجعت، بتتر هذاك اش تقصد امنه. رودينه تقول نحبكم برشا، احلى اذاعه في تونس، تحياتي ان شاء الله باذن الله نرجع معكم في فورم على قريب. رودينه اللي كنا ترحمنا على عمها قبيلا، ان شاء الله ربي يرحمه ويجعله من اهل الجنه. عايده تقول نحط في الكيو كود مواقف طريفه صارت لي، فكره ممكن مش ذكريات، ممكن قلهم ما تقلقوش مهما يصير خاطر هذه اخرتها، لذلك عيشوا جمال الحياه. انور يقول ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. اميره ميرسي بوكو، طارق كلامك يفرح. عايده تقول والله يا طارق صاروا لي حاجات في الغربه ما عندكش فكره، لولا رحمه ربي ما نعرفش كيفاش خرجت منها. هذا واللي نقول اللي قلته انا، انه هذا اللي يمكن نخليه في الكيو كود، رحمة الله من كل شيء ومن كل حدث واحد يئس فيه. شكرا لكم كل الناس اللي تابعتونا، احنا نتقابل غدوة في نفس التوقيت. كيف تلقوني معكم غدوة زادة في الدوامة من 5 إلى 7 متاع العشية، ثم في كلام القلب في موعدنا العادي من 9 إلى 11 متاع الليل. تصبحون على خير. تسمع إيفار في تطاوين على 89.9.